وعلى صعيد آخر، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وقع مع الدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. هذه السيدة المصرية اللي الحقيقة مشرفانا في كل المحافل الدولية، وقعوا مذكرة تفاهم للقضاء على الفساد والجريمة في الرياضة. والحقيقة الاتفاقية دي مجموعة من الأهداف، من ضمنها وضع برامج تدريبية وتقديم دعم فني للتصدي ولمنع التلاعب أو الفساد في المسابقات الرياضية، ونشر قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتبني ونشر قيم النزاهة، وكمان حماية لعبة كرة القدم من أي فساد مؤسسي، وأيضا استخدام الرياضة وكرة القدم كأداة لتنمية وحماية الشباب، ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات، والتعاون في إجراء الدراسات والفعاليات المعنية بسبل منع الفساد في الرياضة خصوصا في المسابقات. أيضا تطوير ونشر أدلة فنية وبرامج عمل ليتم تطبيقها دوليا، واتخاذ كل التدابير للحد من العنف في الرياضة وخصوصا ما بين الأطفال وما بين الشباب، وتشجيع ودعم التدابير الخاصة بدمج المرأة كلاعبة ومحكمة ومعلقة رياضية بل ومتفرجة، وجعل الملاعب مكان آمن للمرأة. والحقيقة تعهد الجانبين بالعمل معا والتعاون مع الاتحادات الوطنية والمنظمات الإقليمية لمواجهة الفساد وحماية الشباب والنشء وحماية اللعبة، وأيضا التوسع في دمج المرأة والاتفاق على تشجيع يعني كل الناس لممارسة كرة القدم، وخصوصا أنها من الرياضات المؤثرة في كل الشباب دوليا ومحليا، لأداء دور اجتماعي تنموي كقدوة للنشأة. خبر جميل على كافة الأصعدة بصراحة، وخاصة ان احنا بنتكلم عن سيدة مصرية عظيمة ووزيرة سابقة، يعني الدكتورة غادة والي من الرموز المصرية اللي احنا كلنا بنفتخر بيها حقيقة. بالتوفيق ان شاء الله.